انت عندك ثقه في الاتحاد العام التونسي للشغل، في نور الدين الطبوبي، في اليعقوبي والطالب باشراكهم في الحوار الوطني وفي التخطيط لمستقبل تونس، ولا عندك راي اخر وكلام اخر؟ السلام عليكم. بالنسبه للاتحاد التونسي للشغل هو منظمه عريقه معناها في تونس، لكن في بداياته كان ما شاء الله الاتحاد، لكن في نهايته تعب البلاد. انا نحب يكون فما مراجعه شامله للاتحاد، ونطالب الدوله باش تاخذ قرارات ضد الاتحاد وتعمل جرد الاموال بتاع الاتحاد، وتعمل شوف المنظمه ذي قاعده تعمل في اقتطاع الاموال للشعب هذايا في القطاع الخاص وفي القطاع العمومي، لكن ما شفنا منه ولا شيء. قال صافي سعيد معناها فهمتي لا ولا شيء من الاتحاد، ما بنينا حتى شيء، ما بناش لا مؤسسات لا في القطاع العمومي لا في القطاع الخاص. باش شارك الاتحاد شنو هو الاهداف نتاعو للمستقبل؟ انا تو كي نشوف انا كمواطن معناها تونسي يتم اقتطاع من الاجر نتاعي لصالح شنو؟ اعطيني شنو المشاريع الهادفه للاتحاد. وكلمة للسيد معناها نور الدين الطبوبي، معناها خليك معناها كيما نقولوا فيها مساند للحكومة والقرار رئيس الدولة سرتو في الوقت هذا. علاش؟ لأنه رئيس الدولة قاعد معناها فهمتوا الله قاعد يحارب في الفساد ويزمو مساندة، ما نجوش معناها فهمتي ولا نولوا نحن ضد فهمتي كذا القرارات وكيفاش ما تشاركناش وكذا. هكا شاركت 10 سنين، شنو اللي قدمته انت لتونس مع 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 فهمتي ولا مجلس النواب واعضاء مجلس النواب وحكومات ماشيه حكومات جايه؟ ما رينا شيء، البلاد ماشيه في مستنقع وماشيه للهاويه. وكي نجوا نشوفوا فهمتي ولا نلقوا كل شيء معناها فيه مشارك الاتحاد، كي نلقوا النقابات قاعده تشارك في الاعتصامات وقاعده تشارك في كذا ومنا ومنا وتفك منا وكذا، لكن شنو هو قدمته للدوله؟ دونك انا ما معناها نقول ان شاء الله فهمتوا الله يلقاو لغه تفاهم ومراجعه للي قاعد يقدم فيه الاتحاد لتونس، وينظر للشباب نتاع المستقبل فهمتوا الله، ويساند فهمت قرارات رئيس الدوله في مكافحه الفساد. الاتحاد معناتها في تونس يا اخي شكون كي ايفيتي لا غير سيفيل في تونس؟ الاتحاد وقت شدوا جماعه ترويكا اللي هي كل البلاد ما حبوش يخرجوا من الحكم، الاتحاد هو اللي كان قام بالواجب وخرج البلاد من أزمة كبيرة ياسر. خرج البلاد من أزمة كبيرة وأزمة خانقة. أنت اليوم تحبذ أنه الاتحاد يكون شريك فاعل في الحوار الوطني، في تقرير مصير البلاد، مستقبل الأجيال في الوقت الحالي، واللي مع نور الدين الطبوبي رئيس الاتحاد، مع يعقوبي اندبوندامون من العباد. انا نحب ولا ما نحبش، هذا الاتحاد فارض روحه بطبيعته من اول الدنيا، من اول التاريخ، من البديدة. سامحني، اليوم برشا يقولوا يا حسره على الاتحاد نتاع قبل، اليوم الاتحاد يسموا فيه اتحاد الخراب، يقول لك هو سبب هلاك البلاد. شنو تعبر انت يا خويا؟ اللي يقول الكلام هذا يورينا، يعطينا الادله، ومش قول. اما تفصل الاتحاد معناتها برهن اللي عنده مكان، عنده بلاصه وعنده كلمته، وهو على كل حال هو قاعد يليفيت ديراباج، هو يرجع بيان سور عنده حاجات مش كله بارفي، عنده سلبياته. انا باش نقول لك حاجه، سامحني عايش البرة، ما نيش نتبع في البرشا في تونس، اما لازم من هذيك حاجه لازمه، ويكون كما قالك فيها اللي يحس ما نتبع شويه على الريزو سوسيو ولا مع لا فامي، فما حاجات سلبيه وحاجات باهيه، ويلزمنا كيف نقدوا حاجه ما نتبعوها بالكدا ونقدوها بالكدا. احنا نقولوا هنا في تونس اللي يحس ما نتبع كل شيء ديما لو فيرا موتي فيت، راهم في عملوا حاجات في تونس بالكدا لكن عمرهم يكملوها 100% ديما بالشطر. عندك ثقه في الاتحاد؟ عندي ثقه بيان سور، عندي ثقة كوطني تونسي، عندي ثقة وأنا ولد رادس، ولد نعرف سي حشاد وكان جارنا والدنيا ذي بكل معروفة. يعني يقولوا سبب هلاك لبلاد الاتحاد، شنو تقول لهم؟ نقول لهم اعطوني وثيقة اللي هي تثبت اللي هما اللي هو اللي يهلك البلاد. الوثيقة يقول لك معناها عندك أكثر من 20,000 إضراب، عندك برشا تعطيلات، برشا خلينا نقولوا عراقيل قاعدة تعمل فيها الاتحاد من أجل مصالحها، من أجل كذا الإضرابات هذه، في رأيك ماهوش سبب العرقلة البلاد، سبب اقتصاد البلاد؟
اي لكن ما واحد يكون يزمك عنده بالانس ويوزن شنية دو كيل كوتي معناتها فما النيجاتيف فما البوزيتيف فهمت في كل حاجة ويلزم منه الاضراء باش توصل الحاجة بعد ساعات تنجم تعمل الديالوج بوزيتيف وتوصل الحاجة وبعد ساعات يزمك تعمل اضراب وتعمل حاجات باش توصل لهم باش تاكد شنو اللي تحب توصل له. اذا كان باش يلوجوا على شكون رزق الاقتصاد راهو قاعدين بعاد على الحقيقه واللي هلك البلاد معروف شيء الناس نعرفوه شكون هلك البلاد ماهوش الاتحاد اللي هلك البلاد وهلك الاقتصاد الاتحاد الدور تاعو باش يدافع على مساهم مساهم يحتمل يحتمل كان الاتحاد في الوضعيه اللي عايش فيها اليوم الاحتمال اللي يكون يتفاهم اكثر وبتاتر ما يعملش معناتها ما يعجزش الشركات ولا في نتصور يتفاعل مع وضعيه البلاد اما اللي هلك البلاد مش الاتحاد خويا اللي هلك البلاد معروفين الناس اللي حكمت 10 سنين خربوا البلاد وهلكوا البلاد. ما عنديش فيهم ثقه اصلا هذوكم بالعكس بل هما ساهموا بنسبه 100% في الضرر بالبلاد هذه معناتها نينا ثقة لا طبوبي ولا يعقوبي يا ولدي هذه الثقة كان في ربي سبحانه عز وجل والرسول مات الله يرحمه فهمتني ولا اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وإلا في الأستاذ قيس سعيد ما عندناش فيهم ثقة جملة ما عنديش معاهم حتى ثقة بالعكس إضرابات كل يوم معناتها قاعدين يمسوا في الدولة هذه بشكل أو بآخر معناتها مضرة للبلاد أكبر عائق في تونس هو الاتحاد التونسي للشغل للاسف يعني ما. ناس لوش كان على مصالحها وناس لوش كان على مصالح الغير ومحتل معناتها ما تفهم منها حتى شيء قلب الفيستا عندهم كي سبلي نشرب امس مع النهضه اليوم قلبوا الفيستا جاوا مع قيس سعيد الاتحاد يلزم يكون عنده شخصيه ويلزم يكون عنده فهمني قرارات باهيه ويلزم تكون عنده قرارات معناتها حتى نفسه فهمتني ولا هم مش مصالحين حتى مع انفسهم للاسف ما بالنسبه لي انا ماذا بينا يتنحى كل شيء لا الاتحاد ولا لا شغل ولا اسماء اللي مش يشتغل يحب يشتغل يشتغل على نفسه او قوضات العرافات او ما عرفش شنو هذه كلها اضراب بالدوله وكلها في مش في مصلحه تونس هذه كلها باش تضرب البلاد هنا في تونس هو اتحاد تونسي للشغل. دورك انت نور الدين طبوب. والله شوف انا ما بعمري ما كنت معجب لا باشخاص ولا بمثله هو ولا بغيره. سياسته بالنسبة لي أنا بالنسبة للسياسة اتحاد تونسي للشغل في حد ذاتها كلها ما تعجبنيش فهمتني ولا وما تمثلنيش اتحاد تونسي للشغل شكون يمثل هو مش يمثل البطالة ومش يمثل يمثلوا كان في أنفسهم يمثلوا كان في الناس فهمتني ولا الموظف هي والمش موظف يموت كان خدام رمى مثلا ما يمثلنيش ما يدافعش عليا ما ريتوش قاعد يدافع عليا انا طحت تكسرت ضربت عاميا فهمني مكسور مطيش في داري المقاول نخدم معاه قال لك خويا كان عندك ريح ذري 10 كما قال المرحوم واليوم اليومنا هذا نشكي ومقدم ملفات وحتى حد ما سمعني وحتى حد ما كذا اي شنية تحت حيط انا نخلص اليوم فما شكون يطالب يعني باشراك الاتحاد العام التونسي للشغل في الحوار الوطني بخصوص يعني وضع البلاد ومستقبل الاجيال دي انا الاجيال بربي دي لا نقابات اسمعني احنا تونس ما هي كذا كان نقابات وهلك كان الاتحاد كثرة النقابات الصغاريت اكثر من كسكسي ما رينا شيء البلاد عمال وتوخر فهمتني ولا ما ريناش حاجه قدمت معناتها او شويه تفرد الشعب مده شهرين ولا ثلاث شهور اللي شادها من الاستاذ قيس سعيد اكثر من هكا ما ريت شيء بالنسبه تفرد شنو تفرد انا تفردت انا تفردت سبحان الله غمه وتنحت زعت عباره كنت حاطف مني شنو اللي تحقق على ارض الواقع يا ولدي يا رو شوف رو اسمعني قيس سعيد ما عندوش عصا سحريه رو في ليله وضحاها باش يقدم بالبلاد رو مشني معاه انا راني مانيش معاه ومانيش ضده في ان واحد انا مع الحق خوي فهمتني ولا اما بالنسبه حتى معناتها مورالمون والشباب تفرهد البلاد تحسها البلاد تحسها تغيرت على قبل بياسر فهمتني ولا البلاد تغيرت البلاد تغيرت بنسبه 100% راي هما هذوكم يحبوا يشوفوا هما يحبوا يشوفوا معناتها نهارات قيس سعيد ثلاث شهور اللي شدهم الحاج يشوفوهم ظلام وهما عندهم 10 سنين في الظلام والشعب كله في الظلام يا اخي انا بالنسبه لي انا خليني هكا خلي البلاد هكا والقوده بالنسبه لي انا رئيس دوله والسلام عليكم.